السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله. اليوم غنقدم ديفيرين ببسكوي لوتوس كيجي لذيذ، فتبعوا معايا المراحل وإن شاء الله يعجبكم. فأنا غادي نحتاج 100 غرام ديال البسكوي مع 20 غرام ديال الزبدة دايبة. طبيعة الحال غادي نطحنو البسكوي ديالي، تنطحنو تيبقى شوية على حبيبات، ما تيطحنش بزاف. ومن بعد ما كنطحنو كيكون على هاد الشكل هذا، فكنضيف عليه الزبدة دايبة 20 غرام اللي ذكرت لكم، وتنحركو. من بعد غادي ندوز نعمرو في ليفيرين ديالي. فهنايا غنبدا نعمر لي فيغين ديالي، ومن بعد غادي ندوز باش نخدم الماسكاربون ديالي معاه جوج معالق من طارتين ديال لوتوس. فهنايا بديت نخدم الماسكاربون، 200 غرام عندي ديال الماسكاربون. نورمالمون هذيك لابواط فيها 250، فانا محتاجه غير 200 غرام. غادي نطحنو، ومن بعد غادي نضيف جوج معالق من طارتين ديال لوتوس. فهنايا ضفت جوج معالق ديال الكريم ديال لوتوس، كنعاود نخدمهم بالباتور بطبيعة الحال حتى كنحصل على كريمي على هذا الشكل هذا. هنايا كيف ما قلت لكم، ملي تنكمل الكريم ديالي فبطبيعه الحال كنعمر بها لي فيغين ديالي كاملين. هنايا سمحوا لي ما عنديش بوش اوندوي، واستعملت المعلقة، فماشي مشكلة إلا عندكم بوشوندو يخدموا به من الأحسن، ما عندكمش فالمعلقة ممكن تاهي تخدموا بها. فهنا غادي ندوز نخدم الكريم شونتي ديالي بالكريم ليكيد. طبيعة الحال غنحتاج 100 غرام مع جوج معالق ديال السكر كلاصي. فهنايا غادي نديرهم في إناء طبيعة الحال باش غادي نخدم ليكيد ديالي، وخصني نخدمو مزيان حتى كيقبض فراسو. فهنايا ضفت الكريم ليكيد مع جوج معالق ديال السكر كلاصي. فهنايا من بعد ما كنخدم الكريم شونتي ديالي مزيان بطبيعه الحال خصو حتى يبقى واقف ما يطيحش كيف ما كتشوفوا. فهنايا من بعد ما كملت الكريم شونتي ديالي بطبيعه الحال كنكملو في لي فيغين ديالي، كنعمر كاع لي فيغين ديالي اللي عندي، ومن بعد كندخلهم للثلاجه مده ساعه تقريبا حتى كيشد لي كريم فراسو، وكنكملهم في التزيين من بعد. فهنا من بعد ما خرجت لي فيغين ديالي من الثلاجه فكنكملهم
زين طبيعة الحال بالكرامبل ديال بيسكوي لوتوس. كنزينهم من الفوق وفي الاخر كنضيف واحد اللمسه ديال بيسكوي لوتوس. فهذا هو الشكل النهائي ديال لي فيغين ديالي بفكره اليوم، فكره بيسكوي ديال لوتوس. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واكيد غيعجبكم الا جربتوه لانه كيجي لذيذ. وشكرا لكم كتتبعوا القناه ديالي وكتدعموني، ودائما لايك 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 لايك. شكرا لكم بزاف، وبصحتكم وراحتكم، ومرحبا بكم دائما عندي، ومرحبا بي دائما عندكم.